اليوم قصتنا غير، اليوم قصصنا. بقول كم قصة عن هذا الشخص الأسطوري، شخص عظيم يمكن الأغلب منكم يعرفه، لكن صراحة أنا مولع بقصص هذا الشخص، وهي قصصه كثيرة، اللي هو الشيخ عبد الله بن حميد الله يرحمه ويغفر له. طبعا هذا الشيخ اللي ما يعرفه هذا أسطوري، يعني في قصص من القصص حقاته لما تنقال لك يمكن ما تصدقها، تقول هذه سباحين الليل ولا هي فعليا صايرة. الشخص هذا خارق، تعرف شون خارق؟ خارق، وصار بالمكان اللي هو المفروض يصير فيه. طبعا ولد هو عام 1329 وصار قاضي هو أحد السنوات، بعدين اعتزل القضاء وتوفي عام 1402، لكن هالمسيرة هذه أسطورية. أول شيء لازم تعرفه عن هالشيخ أو عن هالأسطوري أنه كفيف، عمى ما يناظر، أسطوري وكفيف، بزيدك من الشعر بيت، كفيف وقاضي، وقضاياه ما تخرش المية، ما تفر. تعرف شلون ما تفر؟ يعني الحين الله يرحم الحال يناظرون وكمبيوترات وعساك سالم. عبد الله بن حميد الله يغفره، لا تخيل من زود أنه ما تفر. المدعي والمدعى عليه قبل يروحون لعبد الله بن حميد، لا دريوا انهم بيروحون لعبد الله بن حميد، قالوا وقف، اللي ببطنه ريح يعترف قبل يروح لعبد الله بن حميد، لانه يدري انه يبي يجيبه. خذ لك بعض القصص وانت تحكم على اسطوريه هذا الرجل. عبد الله بن حميد الله يغفر له ويرحمه يوم كان عمره 18 سنه، ما كان قاضي بذاك الوقت، راح لحد القرى يبي حضر مناسبه زواج، ولا كان معه ثوب، يعني كانت الدنيا على قد الحال يعني، فما كان معه ثوب يحضر به المناسبة، فأخذ ثوب حدا ربعه ولبسه عشان يحضر به المناسبة، فكان طويل شوية الثوب، فيعني المناسبة كان فيها بعض يعني المتشددين دينيا، وهو كان يرفع ثوبه الله يغفر له ويرحمه بس عشان يحضر المناسبة. شافوا واحد منهم إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أدري إيش سوى، الله لا يصوت، مر يجي لم عبد الله بن حميد الله يغفر له وياخذه ويمسكه ويقص ثوبه قص بالمقص، أعدم الثوب، صار الثوب شكله ما يلبس مرة ثانية. هنا عبد الله بن حميد الله يغفر له ما قدر يرجع الثوب المشقوق لخويه لأنه انعدم، فراح اضطر ضغط على نفسه وشرى ثوب ثاني وعوض خويه. المهم بعد 25 سنة تقريبا صار الشيخ قاضي، وجو اثنين يتحاكمون عنده بعد 25 سنة، حكم بينهم الشيخ وخلص. قال الواحد منهم أنت من أهل الديرة؟ قال لا يا شيخ. قال أجل تغد عندي بعد الصلاة. قال سم، يوم صار بعد الصلاة جاي تغدى عنده الشخص هذا الغريب، قال له الشيخ أنت عام 1300 وكذا يوم كذا شهر كذا قد شقيت ثوب واحد كان كفيف؟ قال لي يا شيخ ليس أنت؟ قال إلا أنا. قال شلون عرفت؟ قال من صوتك. مرة من المرات شخص جاء لما الشيخ عبد الله بن حميد الله يغفر له وسأله عن جواز الدجاج المستورد. الدجاج ذاك الفترة تو جاي للسعودية، فالناس يقولوا حلال وحرام، عطاه الفتوى الشيخ. بعد 5 سنوات من الفتوى الشخص هذا راح المكة هو وربعه يأخذون عمره، فوهم بمكة قال لهم نبي نشري دجاج مستورد، قالوا له لا ما أدري شلون يجوز ما، قال يا ناس أنا سألنا الشيخ عبد الله بن حميد وقال لي يجوز. قالوا عبد الله بن حميد ذاك الفترة كان يدرس بالحرم، خل نروح نسأله يلا. قال يلا مشينا. المهم راحوا للشيخ وأبعدوا الناس ومدري إيش لين وصلوا الشيخ. قال له الشخص اللي كان سأله يا شيخ الدجاج المستورد يجوز ولا ما يجوز؟ قال له الشيخ همينا معطيك الجواب قبل 5 سنين انه يجوز. قال يا شيخ شلون عرفتن؟ قال من صوتك، مو هو بنت اللي سألن قبل 5 سنين؟ قال الا يا شيخ انا. قال لي انا قيل لك انه يجوز. خذ لك هالقضية من حدا قضايا الشيخ عبد الله بن حميد الله يغفر له. كان في شخص متوفي زوجته ولا كان عنده الا بنت واحدة، البنت هذه بذاك الوقت كان عمرها 20 سنة، والشخص هذا اللي هو أبو البنت كان مذم مسجد، والمسجد اللي هو يذنبه ملاصق لبيته،
يوم من الأيام قام الشخص هذا يبي يذن الفجر، راح للمسجد بدأ يذن، وهو بنص الإذان صرخت بنته. طبعا الحالة بنته بالبيت صرخت، قطع إذانه ورجع يركض للبيت. دخل البيت يدور بنته ما يلقاه، قال عسى ماشر وش بتسيب نيتي؟ قالت انه يوم اذنت دخل علي واحد، بس يوم قطعت اذانك هج. قال من هو طيب؟ قالت والله اني ما ادري، ما شفته. قال ولا تعرفين ولا شكله ولا لمحه؟ قالت الا تقل لمحه تقل انه فلان ولد فلان. قال زين، طار لابو للشيخ عبد الله بن حميد الله يغفر له، سلام عليكم السلام. يا شيخ السالفه كيت كيت كيت. قال الشيخ نادولي الشخص هذا اللي مشكوك فيه. جاء لما الشيخ عبد الله بن حميد، قال له عبد الله بن حميد انت دخلت على بيت الرجال وهو يذن؟ قال لا يا شيخ، اعوذ بالله، لا يا شيخ، اصلا ما كنت موجود ذاك اليوم. قال وين كنت؟ قال كنت بالمزرعه يا شيخ مع اثنين من ربعي. قال بالمزرعه، ناد لي ربعك. قال سم؟ قال نادي ربعك اللي كنت معهم. قال سم، راح يناديهم له ورجع. جاء الشيخ وعزلهم كل واحد الحال، وبدأ يسألهم أسئلة دقيقة، يعني وش تغديتوا؟ طيب أنتم تقهويتوا ولا ما تقهويتوا؟ طيب أقهوى قبل الغداء ولا بعد الغداء؟ طيب الغداء من البيت ولا مصلحينه بالمزرعة؟ أسئلة دقيقة، اختلفت الأجوبة. جاء الشيخ ونادى الشاب المدعى عليه، قال شف ربعك قالوا كل شيء، أنت إنسان متزوج. كلي يا شيخ أنا إنسان متزوج. قال يعني محصن. كلي يا شيخ. قال أجل لازم نكشف على البنت نشوف هي حامل ولا مي بحامل. قال يا شيخ وش اللي حامل؟ والله ما أمدان أسوي بها شيء يا شيخ، أصلا أول ما دخلت أبوه وقف الإذان وهجيت على طول. قال يعني داخل العلية. قال إيه يا شيخ بس والله ما سويت بشي. حكم عليها الشيخ وجاب شهود حقينه وخوياه وتلهم. شوف شلون جابوا هالشيخ، قال له ربعك قالوا كل شيء، أنت إنسان متزوج، أجل لازم نكشف على البنت. شوف شلون سحبوا واعترف ذيبان. خذ لك القضية الثانية. هذا سلمكم الله بنتين خوات ثنتين راح للشيخ عبد الله بن حميد يشتكن أخوهن، ما لهن إلا أخو واحد يشتكنه إنه سارقهم، ناطلهم ناطل حلال أبوهم بعد وفاته. طبعا الشيخ عبد الله بن حميد مثل ما قلنا الشخص له هيبة عظيمة، وفوق هذا عنده فراسة الله يغفر له، يعرف. المهم جنوا هالخوات ذول يشتكن أخوهن إنه سرقهم بالورث. قال الشيخ عبد الله بن حميد شلون وشلون سرقكم؟ قالت يا شيخ انه ما عطانا حقنا، وانه 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 ابوي توفى وعنده كذا وكذا وكذا. قال الشيخ زين خلاص تعالوا لمي بكره. ما يطلعون، ارسل الشيخ عبد الله بن حميد واحد من اللي عنده ينادون اخوهم. جاء اخوهم للشيخ قال له الشيخ وش وضع خواتك؟ قال وش يا شيخ؟ قال ابوك مات. قال لي يا شيخ. قال وزعتوا الورث؟ قال لي يا شيخ. قال عطيت خواتك حقهم؟ قال لي يا شيخ. قال عندك ما يثبت ذلك انك اعطيتهم يعني اوراق؟ قال لا يا شيخ، واحد يكتب على خواته؟ لا طبعا. قال شلون ما عندك اثباتات؟ قال ما عندي اي اثبات. قال خواتك جايات يشتكونك يقولون انك ما اعطيتهم حقهم. قال خواتي انا؟ قال لي. قال والله يا شيخ اني معطيهم. طيب وراه ما جاي يقولون لي؟ يا شيخ والله اني معطيهم. قال زين تعلم يباتر أنت وياهن. قال سب يوم صار بكرة مريجن الخوات ويجي أخوهن لما الشيخ. قال الشيخ أيهم الكبيرة؟ قالت أنا يا شيخ. قال تعالي قربي الحين أخوك أخذن حلالكم. قالت هي يا شيخ. قال طيب اسمعي، أنا بدعي دعاء ورددي وراي نفس ما أقول. قالت سم يا شيخ. قال قولي اللهم يا قاسم الجبابرة يا منتقم من الظلمة. هي البنت شافت الدعاء قد دقيقة يا شيخ دقيقة، استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ما نبداعي على أخوي يا شيخ، لا والله معطينا، الله يلعن الشيطان يا شيخ. قال معطيكم؟ قالت والله يا شيخ أنه معطينا، الله يلعن الشيطان.
من فراسة الشيخ نادى الأخت الكبيرة عشانها أثقل من الصغيرة، وضغط عليا من هالناحية لين اعترفت، وقع عليهم أنه تم استلام كامل الورث وكذا، وقال لهن روحن خلاص. قال لأخوهن تراهن خواتك ولا لهن اللنت، حاول تعشيهن الليل وتمشي الأمور كن ما في شيء صار. قال له سم أبشر يا شيخ وراح خذ السالفة ذي عندك. مرة من المرات جو حقين بريد إلى الشيخ عبدالله بن حميد الله يغفر له، قالوا يا شيخ كثرة السرقات عندنا، خاصة البيوت والمحلات كثرة واللي يسرقونهن، ولا ندري منهم ولا شكينا بحد ولا شفنا أحد، وش الحل يا شيخ؟ قال خلوا الموضوع عندي. جاء الشيخ ونادى ثلاثة من اللي عنده الأذكية، قال شوفوا أبيكم من اليوم ورايح تكونون بالسوق حق بريدة اللي يبيعون ويشترون فيه، أبيكم تراقبون لي اثنين، شخص لا منه شرى ما يكاسر، يعني ما يقول هذا آخر كم على طول كم ويعطيك، والشخص الثاني اللي ما عنده عمل. شلون ما عنده عمل؟ تشوفونه دائم يجي للسوق يشتري وهو ما يشتغل بمكان، يعني ما شفتوه أنتم يشتغل بالمحل هذا ولا بالمكان هذا، تشوفونه على طول يروح لبيتهم، راقبوا لي هالاثنين ذولا. قالوا حاضر يا شيخ. راحوا للسوق. يوم صار بعد فترة مر يرجعون لما الشيخ، قالوا يا شيخ حصلنا سبعة أشخاص فيهم الشروط اللي أنت تقول، يجون للسوق يشترون ولا يكاسرون ولا عندهم مكان يشتغلون فيه. قال الشيخ تعرفونهم؟ قالوا يا شيخ. قال جيبوهم لي. مر يجيبونهم لمه، مر يبدأ الشيخ يحقق معهم كل واحد لحاله، مر يعترفون، صاروا السبع ذولا كلهم هم العصابة اللي يسرقون. مرة من المرات في قضية جت لما الشيخ عبدالله بن حميد الله يغفر له، اثنين متهاوشين على أرض، كل واحد يحلف أنه الأرض هذه لي. جو لما الشيخ عبدالله بن حميد، قال واحد منهم يا شيخ الأرض هذه معطيني إياه عمر بن سليم صبرة. قال الشيخ معك ورقه يثبت على ذلك؟ قال لي يا شيخ معي. ويعطيها ورقه، قال هذه ورقه من الشيخ عمر بن سليم. قال زين خلاص تعالوا لمي بعد ثلاثة أيام. قال سم طلعوا. جاء الشيخ، طبعا كفيف الشيخ ما يقدر يقرأ، عطاه اللي عنده يقرأه، فقراه على الشيخ. لما قراه الشخص، الشيخ عبدالله بن حميد حس أن الموضوع فيه مشكلة، من فراسته حس أنه فيه مشكلة بس ما يدري وين. لما قراها الشخص، الشيخ عبدالله بن حميد حس أن الموضوع فيه مشكلة، من فراسته حس أنه فيه مشكلة بس ما يدري وين. قال للكاتب اقرأ مرة ثانية. قراها عليه مرة ثانية، حس أنه فيه مشكلة بس ما عنده قرين قوية تثبت أنه الورقة هذه فيها مشكلة. جاء الشيخ واستدعى الكتاب حقين الوثائق حقين بريدة ذاك الوقت، استدعاهم، قال لهم هذا خط الشيخ عمر بن سليم. قالوا يا شيخ هذا خطه بالضبط، هذا هو. قال متأكدين؟ قالوا يا هذا خطه. قال زين. جاء وراح استدعى طلاب الشيخ عمر بن سليم، استدعاهم مريجون، قال هذا الخط خط الشيخ عمر بن سليم. قالوا يا شيخ. قال زين طيب. مريجي يستدعي الشيخ الكاتب مرة ثانية، قال اقر لي ورقه مرة ثانية. قال سم يا شيخ. مر يقرأ له ورقة مرة ثانية. يوم وصل آخر سطر وكتبه الفقير إلى عفو ربه الشيخ عمر بن محمد بن سليم، قال الشيخ دقيقة لحظة لحظة، وشو آخر سطر؟ قال وكتبه الفقير إلى عفو ربه الشيخ عمر بن محمد بن سليم. قال الكتاب هذا مزور. قال سام يا شيخ. قال الكتاب هذا مزور، استدعوا لي الشخص هذا، استدعوا لي الشخص اللي يقول ان هذا الكتاب معطيني اياه عمر بن سليم. قالوا سام استدعوه. جاء الشخص، قال له الشيخ هذا الكتاب مزور. قالوا وش يا شيخ اللي مزور؟ هذا خط عمر بن سليم. قال من هو الشهود اللي عندك يثبتون انه هذا خط عمر بن سليم؟ قال يا شيخ ما عندي شهود، بس اسأل الناس كلهم انت. قال حنا سألنا، الكتاب هذا مزور، انت بتعترف نبي نحكم عليك نصلحكم.
ما أنت معترف أرسلناك الحين للسجل، جلدناك لين يذن وحكمنا عليك الحكم كامل. كلا إلا يا شيخ، هذا الكتاب مزور، أنا اللي مزوره. قال له الشيخ: شلون قدرت تتقن خط الشيخ عمر بن سليم؟ سألنا الكتاب كلهم يقولون هذا خط عمر بن سليم، سألنا طلاب الشيخ عمر بن سليم نفسهم قالوا إلا هذا خط عمر بن سليم، كيف قدرت تتقن هالإتقان؟ قال: يا شيخ والله العظيم إني جلست سنتين كاملة أتدرب على خط الشيخ عمر بن سليم حرف حرف لين أتقنته، لكن أنا عندي طلب يا شيخ، شلون انطحت بي ودريت إنه هذا الكتاب مزور؟ قال: بالشطر الأخير طحت فيه. قال: شلون؟ قال: أنت كاتب وكتب الفقير لا عفو ربه الشيخ عمر ابن محمد ابن سليم، ومشايخ نجد ما يحطون ألقاب قبل أسماءهم، وأنت فاتت عليك هذه. مرة من المرات الشيخ عبدالله بن حميد الله يغفر له راح للحج، فوهم بالطريق تعطلت السيارة عليهم وقفوا، فأجلسوا بجنب السيارة. مر بجنبهم راعي غنم، وهو مار جنبهم كذا سلم عليهم: سلام عليكم. رد عليها الشيخ عبدالله بن حميد: عليكم السلام يا فلان. الراعي اللخم ما قال اسمه ولا قال، مجرد بس سلام ورد عليه باسمه. مر يجي لما الشيخ قال: وش عرفك فيني؟ وش علمك باسمي انت؟ مر يضحك الشيخ قال: انا عبدالله بن حميد القاضي الفلاني، كنت جيت قبل 20 سنة، عندك قضية كذا وكذا بين أنت وبين فلان فلاني، وحكمت بينكم. ضحك الشخص قال: شلون يا شيخ؟ أنا يا صاحب القضية نسيته، أنت تذكر القضية وتذكر الشخص ذاك المدعي علي وتذكر أنا وعرفته من صوتي، وأنت ما سمعت صوتي إلا بس بذيك الجلسة، بس ذيك الفترة، وبعد 20 سنة أنا يا شيخ ناسي وجهك. مر يضحك الشيخ قال: الحمد لله. الشيخ كان عنده سرعة حفظ وكان نبيه وكان عنده فراء أسطوري.